أهلا بكم. تعود العمليات القتالية لتتصدر واجهة المشهد الليبي، فالعاصمة طرابلس أمضت ليلة أمس على صوت الرصاص والمضادات العرضية إثر اشتباكات بين قوات الردع واللواء 444. تفاصيل الحادثة بدأت باختطاف آمر اللواء 444 محمود حمزة في مطار معتيقة من داخل الطائرة وهو برفقة رئيس الحكومة الوحدة الوطنية قبل اقتياده إلى مكان مجهول، ما دفع عناصر اللواء إلى نشر قواتها في شوارع المدينة وإمهال قوات الردع 24 ساعة للإفراج عن قائدها، إلا أن الأخيرة سارعت إلى نشر قواتها ليبدأ إطلاق النار بين الطرفين، وتعلن وزارة الصحة عن سقوط قتلى وجرحى بالاشتباكات وإجلاء 22 عائلة من مناطق المعارك. معارك طرابلس تأتي اليوم وسط مخاوف من انتقال موجة العنف التي تجتاح القارة الإفريقية إلى ليبيا، كما أنها تتخلل أزمة سياسية بين الفرقاء الليبيين لتحديد آلية دبلوماسية تضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية للتفرغ لعملية بناء الدولة. لكن التطورات الأخيرة أعادت شبح الاقتتال الداخلي في الوقت الذي تستمر فيه الدعوات الأممية والدولية لحقن الدماء والشروع بالمفاوضات. وفي آخر تطور على الأرض، أفرجت قوات الردع الخاصة عن قائد اللواء 444 محمود حمزة، في حين قال شهود عيان من طرابلس لرويترز إن دوي القتال لم يهدأ في مناطق وسط المدينة بعد الإفراج عن حمزة مباشرة. نرحب بضيفينا من طرابلس الكاتب والمحلل السياسي عز الدين عقيل، ومن طبرق الكاتب والمحلل الدكتور فوزي الحداد. أهلا بكما ضيفاي في المشهد الليلة. أبدأ معك سيد عز الدين، السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هو سبب هذه المعارك بين قوات من المفترض أنها تتفق في ولائها لحكومة طرابلس. تحياتي لك يا أخي الكريم ولمشاهديك الكرام وكذلك لأخونا العزيز دكتور فوزي الحداد. شوف، أنا لا أعتقد أن ثمة أسباب حقيقية يمكن أن تثير أو تشعل حروبا بهذا الحجم بين الليبيين، وبالتالي أنا أعتقد دائما أن ثمة يد أجنبية هي التي تقف خلف إثارة هذه الحروب، وربما في هذه المرة اللي هي أعتقد أنها ربما تكون حربا استثنائية مربكة من حيث خلفياتها، لأن ثمة عناصر تشير بقوة إلى أن ثمة أطراف هي لأننا نعرف تماما أن دبيبة قد قدم قبل بضعة أيام وعدا للليبيين بأن عهد الحروب قد ولى، فلا أعتقد أن السيد دبيبة هو أحمق إلى درجة أنه يشعر حربا بعد 4 أو 5 أيام من ذلك الوعد القاطع الذي قدمه أمام استعراض عسكري كبير. أيضا السؤال أو إشارة الاستفهام الأخرى هي موقف تركيا. نحن نعرف أن وزير الخارجية التركي خرج وقال بشكل واضح قبل تقريبا أكثر من سنة بأن طرابلس هي خط أحمر، وقامت تركيا عمليا بتفعيل هذا الخط الأحمر عندما حاول جويلي اللي هو أحد أهم حلفاء تركيا مهاجمة طرابلس للإطاحة بدبيبة لحساب بشارة، قامت الطائرات المسيرة التركية بحرقه وحرق جيشه. وبالتالي لماذا لم يتحرك الأتراك في هذا الوقت؟ وخرج في ذلك الوقت بعد أن صرح وزير الخارجية جويش بذلك التصريح، خرج رئيس المخابرات التركية في ذلك الوقت وأكد ذلك الهجوم على جويلي، وقال بأنه على الأطراف الطرابلسية أن تأخذ هذا التهديد أو هذا الخط الأحمر التركي على وجه الجدية. طيب، يعني سيد عز الدين، أنت ترجح أن هناك يد أجنبية وراء الاقتتال الذي حدث بالأمس. سأحيل هذا السؤال إلى الدكتور فوزي الحداد. يعني السيد عز الدين يقول أن هناك أسباب. لماذا أنا أعتقد أن طيب، حرب وراءها يد أجنبية؟ لماذا؟ طيب، يبدو أننا نواجه مشكلة تقنية مع السيد عز الدين. سأحيل السؤال إليك دكتور فوزي حداد، يعني هل هناك يد أجنبية هي التي تتسبب في اندلاع هذه الاشتباكات بين الميليشيات في طرابلس؟ أم هناك تفسيرات أخرى؟ أي مساء الخير أولا، والتحية موصولة للضيف العزيز الصديق عز الدين وكذلك مشاهديك في كل مكان. لا يمكن بالتأكيد أن نغفل الجانب الدولي أو التدخل الأجنبي في كل حراك عسكري وأمني داخل ليبيا وبالذات في العاصمة طرابلس، لا يمكن بكل تأكيد. ولكن من ناحية أخرى
لنكن واقعيين، كل الليبيين والمتابعين يعلمون أن طرابلس دائما موجودة على سفيح ساخن، وأن تعرضها لمثل هذه المعارك الأهلية داخل المجموعات المسلحة التي تحاول دائما أن تتقاسم النفوذ والصلاحيات والمناطق، أن هذا أمر مرشح بشكل دائم. ونعلم جميعا أنه لا يمر عام أو بضعة أشهر حتى تندلع اشتباكات من مثل هذا النوع، قد يتم احتوائها وقد لا، مثل ما حصل في هذه الحادثة. لا شك أن هذه المجموعات المسلحة لا يمكن أن نقول، أو لا أحد سيصدق حتى ينقلنا، أنها تتبع الحكومة أو تتبع شخصا واحدا في ليبيا. نحن في ليبيا هناك كثير من الرؤوس، كل واحد يحكم في منطقة أو في مجموعة، وهذا يتجلى في العاصمة طرابلس. الحقيقة أن هذا الوضع المأساوي للعاصمة نتج بعد عام 2014، يعني منذ تلك الحرب التي شنتها جماعة الإخوان المسلمين وفرقت فيها ليبيا وأنشأت حكومة وأرجعت حتى المجلس المنتهي ولايته في ذلك الوقت، مجلس الدولة، أرجعته من قبره مرة أخرى للواجهة السياسية، ولا يزال حتى اليوم موجود. وكذلك توابع تلك العملية، تتقاسم كثير من المجموعات المسلحة النفوذ في طرابلس وتستفيد من تعاقب الحكومات كلها. الحل أعتقد أن وهو هنا يأتي يتقاطع مع التدخل الأجنبي، الحل يتموضع حول إيجاد حل لتغول السلاح اللي موجود في العاصمة وفي ليبيا كلها. الأمم المتحدة وبعضة الدعم والدول المتداخلة في ليبيا حتى أن تتجه إطلاقا للحل واضح على الإطلاق، وبالتالي أتمنى أن تحدث مثل هذه الأحداث في العاصمة طرابلس أيا كانت الأسباب، سواء اعتقال الآمر أو تقاسم النفوذ في مطار معتيقة أو حتى في مطار طرابلس العالمي اللي حتى واضح الآن دكتور تتسخن فوزي. اسمح لي أن اسمح لي أن أعود إلى السيد عز الدين، لوجهنا مشكلة بالاتصال. سيد عز الدين، تم الإفراج عن قائد اللواء وكان هو أحد الشروط لوقف الاقتتال، ولكن الاقتتال لم يقف. هل هذا مؤشر إلى انزلاق الوضع إلى أخطر من ذلك برأيك؟ شوف، هذه مسألة تحددها التطورات القادمة، لأن ربما يكون المسألة هي فخ في الأساس من أجل إضاحة بأحد الطرفين، وخاصة الطرف الذي قام باختطاف لواء 3-4. طيب يبدو أننا ما زلنا نواجه نفس المشكلة سيد عز الدين معك في الصوت. اسمح لي سأنتقل إلى الدكتور فوزي إلى حين معالجة هذه المشكلة. دكتور، تم الإفراج عن قائد اللواء ولكن الاشتباكات ما زالت مستمرة، هل هذا ينذر باندلاع حرب أهلية جديدة في ليبيا؟ لا، أنا سأخذ يعني فكرة الأستاذ عز الدين وأبني عليها الفكرة القائلة بأن ربما هذه الحرب قد تكون في بعض أهدافها استدراجية لإخفاء أو لإنهاء أثر أحد المجموعات المسلحة الموجودة في العاصمة طرابلس. بتفصيل أكثر دعني أقول أنه على سبيل المثال، إذا ما قارنا بين وجود السلاح في الشرق وفي الغرب في ليبيا، فإن مسألة وجود السلاح في شرق ليبيا قد حسمت، صحيح كان الثمن غالي بحرب شنها الجيش الليبي على مدار سنوات في بنغازي وفي درنة وفي غيرها، ولكن الآن هناك طرف واحد يمتلك السلاح في الشرق الليبي. هذا الأمر لم يحدث في الغرب الليبي. لا تزال هناك مجموعات مسلحة كثيرة تتنازع النفوذ في العاصمة طرابلس. فشلت الحكومة السابقة، فشلت الأمم المتحدة، وحتى دبيبة بمحاولاته الأخيرة فشل حتى الآن في أن يعني يجعل هذه القوة المسلحة المتعددة قوة واحدة. هو هذه المهمة الآن التي تستعصي على الحل. ربما هذه الحرب تأتي، ربما أقول، في سبيل إنهاك إحدى هذه القوى وإنهائها، وبالتالي تقل أو يقل عدد القوات أو المجموعات يعني المسلحة في العاصمة. عند الدكتور فوزي، عند الحديث عن هذه الميليشيات في أن تجتمع تحت لواء واحد، هل هو خيار صعب تطبيقه على الأرض اليوم في ليبيا؟ في الغرب الليبي نعم صعب جدا، بسبب التراكم الذي حصل طوال السنوات الماضية. المجموعات المسلحة استغولت وتمكنت وحصلت على امتيازات كثيرة، وبالذات الامتيازات المالية،
أصبح الجميع يحاول أن يستقطب ودها، سواء حكومات سواء غيرها، وبالتالي أصبحت يعني متمترسة في أماكنها وصعب اقتلاعها. على سبيل المثال، جهاز الردع الذي اختطف أو اعتقل محمود حمزة يتمركز في مطار معيتيقا، ولا يمكن لأحد أن ينزع سلطته وتمركزه في مطار معيتيقا، يعني هو لا يتبع أحد حتى ينقله إلى جهة أخرى يتمركز فيها، هذه المنطقة له، وبالتالي لا يستطيع أحد أن ينتزعه منها إلا بالقوة. وقس على ذلك بقية المجموعات المسلحة الموجودة في الغرب الليبي وبالذات في العاصمة طرابلس. هذه هي الإشكالية الحقيقية، أن وجود السلاح ووجود قادة للسلاح غير خاضعين لسلطة مدنية أو حتى عسكرية موحدة يجعل أمر اندلاع نزاعات مسلحة بينهم أمر متوقع في كل حين وفي كل وقت، مثل ما حدث بالأمس. أعتقد أن إهمال هذا الجانب الذي أهملته الأمم المتحدة، وأقصد مثلا عقد قمة أو عقد لقاء مثل ما عقدوا بين السياسيين في الصخيرات، لماذا لا تكون هناك صخيرات لحاملي السلاح وإيجاد توافق بينهم في أي مكان من العالم، ليس مش بس في ليبيا، خصوصا أن اليوم يعني بتنا نعرفهم كلهم بالأسماء وبالصفات، بالذات في الغرب الليبي غير الموحد عسكريا والمرشح دائما لوجود مثل هذا التخلخل الأمني في العاصمة. طيب دكتور فوزي، اسمح لي أن أعود إلى السيد عز الدين لنكمل الحديث معك. سيد عز الدين، واجهنا مشكلة في الاتصال، كنا نتحدث عن أن الاشتباكات ما زالت مستمرة حتى بعد الإفراج عن قائد اللواء. لا مش سامعك، أنا مش سامعك لأن الهاتف صوته ضعيف جدا، ما نسمعكش من الهاتف. طيب نريد أن نستكمل الحديث السابق سيد عز الدين، وكنا نتحدث أن الاشتباكات ما زالت مستمرة حتى على الرغم من الإفراج عن قائد اللواء. أنت سألتني سؤال أخي الكريم؟ نعم، كنا نتحدث قبل أن نواجه مشكلة. لا في مسألة في مسألة جوهرية يتسمع فيها، خلينا ننجزها. هي الأولى، حديث أخي فوزي على صراع هذه الميليشيات على النفوذ، أعتقد في مثل هذه الظروف قد تجاوزه الزمن كثيرا، سواء كانت ثلاثة أربعات أو كان جهاز الردع، يعرف تماما أن تم قرارا تركيا بأن طرابلس هي خط أحمر. الحقيقة دبيبة احتوى كل هذه القوى الآن وهي تعتقد أنها موجودة في مدينة مستقرة ومزدهرة، وأنا أستطيع أن أعترف بأن طرابلس هي متطورة كثيرا جدا، حتى أنها تكاد تكون عادت إلى ما كانت عليه 2008، ثم أن هذه الجماعات الآن تنال حظها الوافر وتنال الدلالة التي تحتاجها، وبالتالي لا أعتقد أنها في حاجة لأن يهاجم أحدها الآخر، خاصة وأن في هذا تهديد أساسا لإسقاط الحكومة نفسها التي يعتاش عليها الطرفين أو التي يتمتع الطرفين بامتيازاتها. أيضا نحن شاهدنا في رمضان الماضي أن جملة كبيرة من الجماعات المسلحة أمراء الحرب قد جلسوا بعضهم بعض وتناولوا موائد الطعام وتمالحوا زي ما نقولوا إحنا ويقولوا بعض العرب، وبالتالي أعتقد أن الكثير من الإشكالات فيما بينهم، مش فيما بينهم وبين الشعب الليبي ولكن فيما بينهم، أعتقد أن كثير من الإشكالات قد تم تجاوزها. ولكن لما نجد أن يحصل هذا الحدث، هذا معناه أن الطرف الذي قام باختطاف محمود يعرف تماما أنه لن يلقى تلك العواقب الكبيرة، أو أن تم طرفا أجنبيا ما درجح نحوه هذه الفكرة ودفعه إلى اتخاذ هذا. أيضا إذا ما اعتبرنا أن جهاز الردع هو الذي بدأ بالخطوة الأولى في هذا الصراع، نستطيع أن نقول بأن من المؤكد أن جهاز الردع يعرف تماما حجم القوة اللي عليها ثلاث أربعات، يعني هو يعرف تماما أنه لن يستطيع وفقا لفكرة خونا فوزي أن يفترس هذه القوة التي هي الآن من أقوى الجيوش في ليبيا. تمت ضوء أخضر، تمت إشارة ما من طرف أجنبي هي التي دفعت إلى هذه الحرب، خاصة وأنا نجد أن السفير الأمريكي والسفير الإنجليزي والسفيرة الإنجليزية وباتيلي اليوم نادوا الساعة 2 مؤخر لكي يعبروا عن قلقهم. أيضا البعثة الأممية لم تشر على الإطلاق إلى أن هذا الذي جرى اليوم يشكل خرقا لمنطقة النار، مع أنه من الحروب الكبيرة والكبيرة. نعم واضح. طيب اسمح لي سيد فوزي، بما أنه عادت المشكلة التقنية، أن نستمع لسيد
نستمع للرد سيد فوزي حداد عفوا على ما تفضل به السيد عز الدين. نعم أنا أتفهم طبعا موقف الأستاذ عز الدين وحرصه على إثبات أن التدخل الأجنبي ربما كان سبيلا أساسيا لاندلاع مثل هذه النزاعات وخصوصا هذا النزاع في ظل التوافق اللي حصل بين المجموعات المسلحة في الفترة الأخيرة، وأنا معه بأن شيء من الهدوء ساد العاصمة طرابلس طوال عام على الأقل، دعنا نقول بسبب التوافقات مع الحكومة وفيما بينهم، ولكن يعني ما أشير إليه أن كل التوافقات التي حصلت بين أمراء الحرب أو هذه المجموعات المسلحة فيما بينها حصلت كلها بعد تقاسم النفوذ وتقاسم المناطق وعدم الاعتداء على بعضها البعض، كل واحد عنده منطقة معينة يلعب فيها وكل واحد عنده ميزانية معينة بياخذها من الحكومة أو من غيرها، وبالتالي هذه المعركة حصلت بعد أن اعتدى أحد الأطراف على طرف آخر. يعني هذه المجموعات المسلحة لا يرأسها كما ذكرت هذه فكرة الجوهرية شخص واحد، على سبيل المثال هو وزير الدفاع، واضح دكتور فوزي، الحكومة هو وزير الدفاع، هو لا يتحكم فيها ولا حتى المجلس الرئاسي يتحكم فيها، اللي يتحكم فيها هو الضابط أو الاتفاقات التي أنشأوها فيما بينهم أو عدم الاعتداء فيما بينهم. عندما حصل اعتداء أو تعدي على أحد هذه الأطراف يعني اتضحت الصورة. اسمح لي دكتور فوزي، أنا مضطر أن أشكرك الآن وأشكر أيضا ضيفي من طرابلس الكاتب والمحلل السياسي عز الدين عقيل، وأيضا من طبرق الكاتب والمحلل السياسي الدكتور فوزي حداد. شكرا لكما ضيفي على جميع هذه التفاصيل.